وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مظاهرة تشترك فيها مجموعة من المنظمات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، تنطلق من ساحة الحرية وسط واشنطن وصولا إلى مبنى المحكمة العليا للاحتجاج على ما يصفونه بالتلاعب بنتائج الانتخابات. وحذرت الشرطة من مغبة حمل السلاح في المظاهرة، حيث تمنع قوانين واشنطن حمل السلاح غير المرخص من شرطة العاصمة. وشهدت الدعوات لحضور المظاهرة دعما من المجموعات اليمينية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ترامب أعلن دعمه للتظاهرة في تغريدة قائلا إنه سعيد بالدعم الهائل له وإنه قد يحاول توجيه تحية للمتظاهرين. معنا من واشنطن مراسلنا زايد بن يمين. زايد، هل يلمح في كلام الرئيس ترامب أمس وفي تغريداته خصوصا بعد إعلان نتيجة جورجيا أنه بدأ بالتراجع شيئا ما عن إنكاره لنتيجة الانتخابات، وكيف تستعد واشنطن من ورائك لمظاهرة اليوم؟ نعم، طبعا كما ترى من ورائي هناك استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة واشنطن للتظاهرة التي تجري والتي تنطلق ربما بعد ساعتين من الآن. هناك نحو 30 شارعا داخل العاصمة الأمريكية تم إغلاقها خلال الساعات الماضية من أجل الاستعداد لهذه التظاهرة. هناك مخاوف بين رجال الشرطة من تمرير السلاح إلى الساحة الرئيسية التي ستشهد التجمع خلال هذا اليوم، خصوصا أن قوانين العاصمة واشنطن كما ذكرت في مقدمة الخبر تمنع حمل السلاح غير المرخص في العاصمة، فبالتالي هناك يعني بعض الخشية من إمكانية الوصول إلى بعض المتظاهرين المؤيدين لترامب المعروفين بتعصبهم وإمكانية تفتيشهم قبل الدخول إلى الساحة التي تقع على بعد أمتار قليلة من هنا. طبعا هذه التظاهرة تأتي على خلفية فشل ثلاث محاولات للرئيس ترامب في ثلاث ولايات هي بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا يوم أمس، كانت ضربة كبيرة للرئيس الأمريكي، وربما هذا ما دفعه إلى حديثه الذي أشرت إليه بشأن أنه تحدث عن إمكانية أن يكون هو في الإدارة المقبلة أو غيره حينما تحدث عن موضوع كورونا فيروس. أعتقد هذا السطر حظي بتغطية مكثفة من الإعلام الأمريكي، الكل متفق بأن الرئيس ربما بدأ يعي بأن فرصه في البقاء في السلطة أصبحت يعني هي تتراجع، ولكن المقربين منه أو المقربون منه في هذا الوقت من يعني يحاولون أيضا مواصلة تسريبات بأن الرئيس ما زال على موقفه وهو قوي ولن يتراجع ولن ينهار. أحد المقربين منه وصف أو استخدم هذه الكلمة، الرئيس ترامب لن ينهار في الوقت الحالي. فعليا أمام الرئيس أسبوع آخر قبل أن يعي فعليا أن كل جهوده القانونية ستنتهي، وبالتالي ربما هو يعني يحاول الإصرار على البقاء برباطة جيشه المعروفة حتى يوم الجمعة المقبل. نعم، شكرا جزيلا زايد بن يمين في واشنطن المتأهبة لمظاهرة مؤيدة لترامب.